اللاعب اللي استدعى للمرة الثالثة للمنتخب البرازيلي أسامة رشيد. جينا نشوف وممكن نشوف بالمستقبل عدد من الوجوه من اللاعبين المغتربين خارج العراق، جهود مميزة لعناصر شابة تبحث عن هؤلاء اللاعبين. يعني هناك لاعب أيضا بالخط الثاني لنادي مالمو ممكن أن يستدعى للمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب. هناك لاعب مهاجم آخر، يعني جهود مميزة، الكل يبحث عن لاعبين عراقيين موجودين مغتربين في مختلف أنحاء العالم. مشكورة لهؤلاء النخبة من الشباب اللي بذلوا مجهود، وهناك تعاون واضح من اتحاد كرة القدم مع هؤلاء اللاعبين، هؤلاء الشباب.